بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بون هذه لا بروميير فيديو اللي نديروها إن شاء الله في يوتيوب. اون فا ايسيي دو لا فير سبونتانيمون. غادي تريماركو بلي الهضرة تاعي فيها العربية مع الفرونسي مع الدارجة باللهجة تاع الغرب. دونك مي ليسونسيال سي كو غادي تفهموا ايسيي دو كومبروندر ايسيي باش تمدوا واش عندكم باش تبعوا معنا لو بروغرام دو تيرمينال غادي يكون ديسپونيبل اونتييرمون بشويه بشويه باسكو ما كانت حاجه كانت مبريباري على افونس سي ان بروجي لي بان سودانمون دونك سيو باش تبارطاجو تاني باش الناس توصلهم لي زانفورماسيون سيو باش تبعونا اجور بون باسكو غادي نسيو نديرو دي فيديو تاع ماكسيموم ساعة نسيو نديرو ربعة في السيمانة ان شاء الله بور لو بروغرام دو دوزيام اني بون اذا كانت كاينة اون فورت دوموند اذا كان كاين طلب بوسيبل يكون ديسبونيبل تاني سور انترنت اون فا ايسيي دو لو فير تاني بروغرام تاع بريمير اني سي بوسيبل هاكا نعاونو شوية التعليم في الجزائر حاجة الأولى باسكو بون كان عندنا تلاميذ تاع تيرمينال صافي لا سيزيام اني كونسيكوتيف اللي راني نقري السنة السادسة على التوالي لو نيفو راه متباين كاين لي ملاح كاين لي شوية كاين بون حنا لي كور لي غادي نمدوهم لكم ولا لي زانفورماسيون لي غادي نمدوهم لكم ولا ميم لي زاستوس لي غادي تدوهم تخدمو بهم سا سابليكا تو الموند لي يعرف لي ما يعرفش ما كانش لي باغ اكزومبل غادي يقعد توجور بلو ميم نيفو لي كان بيه لو كان يتبعنا سي با بوسيبل غادي نسيو نخدمو بون بطريقة سهلة نسبيا بتمارين صعبة نسبيا تاني تسيو تدو لي زانفورماسيون او ماكسيموم حاجة اللي منيحة هاد العام سيكو راه كاين لاشين يوتيوب غادي عندكم لا بوسيبيليتي باش تشوفوا الحاجة شحال من خطرة تعاودوها شحال ما تبغوا ميم لا بوسيبيليتي اللي عنده سؤال ولا يطرحها في التعليقات ميم لا بوسيبيليتي باش نديرو ان لايف شاك سيمين بور بوزي دي كاسيون لي بغي يسقسي مي ليسونسيال سي كو حاجة الأولى تبعونا حاجة زوجة سيو توصلوا لانفورماسيون كوميم للناس اللي تعرفوهم هكاك باش كل واحد يقد يكون عنده لاكسي لانفورماسيون حنا غادي نكونو ديسبونيبل كاع العام ان شاء الله ونتمنوا التوفيق للجميع اون توكا غادي نخدمو مع بعض ان شاء الله الوغ بو سكي دو بروغرام دو تيرمينال اللي هو لا بريوريتي تاعنا لو بروغرام دو تيرمينال حاجه اللي مليحه فيه سي كو برنامج متكامل نسبيا تحتاج فيه لي زانفورماسيون اللي في بروغرام تاع تيرمينال يعاونوك باش تطلع للجامعه وتقرا الاز كو سوا اون فيزيك كو سوا اون مات كو سوا اون سيونس ولا جماعه اللي عندهم لي برونش تكنيك فيما يخص برنامج علوم فيزيائيه ما كاش اختلاف كبير ما بين لي سيونتيفيك وما بين لي تي ام ولي ماتيرام عندنا درسين زياده بالنسبه لتي ام ماتيرام سي حدود ميكانيك نيوتن و درس حول الاعمده اللي هما لي بيل غادي تقروهم وحدكم بون البروغرام تاعنا مقسوم بين زوج تاع تيرمينال بارتي كيمي و بارتي فيزيك غادي نبارطاجو معاكم ان بتي بو لو بروغرام تاعنا بون بارتي كيمي كيمياء و بارتي فيزياء غادي نرقمو مام الدروس عن نومر تاعهم Alors chimie, nous avons le premier cours. Le premier cours, c'est en chimie. Le cours est en chimie. Le mot est en chimie. Le mot est Deuxième cours est en غادي يكون فيه بون ما تحطوش البال بزاف للطابلو سيو تسمعوا بوكو بلوس
Parce que le tableau, c'est la première vidéo l'année dernière, donc automatiquement, mais ça va se faire avec le temps. À partir de la cinquième, sixième vidéo, à des design concrets, parce que à travers le temps, à des maîtrise ou les techniques, t'as un système là, je dis d'aller bon, درس الزواج تاع العام غادي يكون في العلوم الفيزيائية ماشي الكيميائية، واللي هو التحولات النووية. الدرس الثالث اللي غادي يكون توجور في الفيزيك ماشي في الشيمي، سي الظواهر الكهربائية. بون، هادو تلت الدروس الأولى أبروكسيماتيفمون نلحقو بيهم البرومي تريمستر. برومي تريمستر يكملو، بون برومي تريمستر نورمالمون يحبس عند البداية تاع الظواهر الكهربائية، باسكو الدرس تاع المتابعة الزمنية اللي هو الدرس الأول الشيمي جاي طويل شوية، فيه بزاف لي زانفورماسيون، مي لو كان تبعوه مليح غادي يجيكم ساهل. التحولات النووية الدوزيام تاني شوية طويل بصح لي زانفورماسيون اللي فيه تاني هو ملاح، دونك غادي ما يجيكمش صعيب. والظواهر الكهربائية ار سي و ار ال اللي هو ثنائي القطب، بون بوسيبل باش يجيكم شوية باسكو فيه بزاف مات، قليل فيزيك مي بزاف مات، فيه نخدمو بمعادلات تفاضلية، حلول معادلات تفاضلية. بون غادي نسيو نديرو لكم مدخل في الرياضيات هكاك، او موان يكون عندكم لي زانفورماسيون لي يخصو الدوال الأسية واللوغاريتم النيبيري اللي يمكنوكم باش تقدو تبعو معانا الدرس أليز، وباش تقدو تحلو لي زيكزارسيس. بون، الدرس اللي موراه نعاودو نقولو الشيمي من بوابة متابعة تطور تفاعل نحو حالة التوازن اللي حنا نسموه بدرس ال pH. درس ال pH بون كنا نهضروا على هذا الدرس. هذا الدرس سامبل، درس سامبل، دونك ما غاديش تلقى معاه مشاكل كبار باش تفهمه، سا سي اوتوماتيك. من ندخلو لاطول درس في التيرمينال، اطول درس في التيرمينال اللي هو ميكانيك نيوتن اللي هو درس طويل شويه باسكو فيه الحركه الانسحابيه، فيه حركه سقوط جسم، فيه القذيفه، وفيه حركه الاقمار والكواكب، دونك اوتوماتيكمون فيه بزاف لي زانفورماسيون. لو كنت ابليكي روحك مليح، كان دير له بروغرام شباب، كنت تقراه مليح في الدار، وكنت تبع مليح مع البروف، كنت تحل بزاف لي زيكزارسيس عليه، ما غاديش يبوزي لك دي بروبلام. دونك راه عندك لا روسيت باش تنجح، يا اما تبعها راك تنجح ان شاء الله، يا اما ما تبعهاش بصح ما تنساش بلي رانا نقولو لك على فونس. مور ميكانيك نيوتن، بون حنا كي نوصلو ميكانيك نيوتن براتيكمون لو بروغرام إلي فيني. علاش؟ باسكو لي يبقو موراه يبقو زوج دروس، زوج دروس هادو ساهلين، تما ساهلين، تما سيرتو كي تكون خارج من درس كيما ميكانيك نيوتن اللي هو درس شوية تقيل. يبقى لنا تفاعل الأسترة وإيماءات الإستر، درس سهل جدا، سهل جدا، يعتمد نسبيا على الكيمياء العضوية، ومام إلا ما درتوهاش أون دوزيام أني ما تهمناش، باسكو حنا نديرولكم أن رابل في البداية تاع درس تفاعل الأسترة على كيفية تسمية المركبات العضوية. نفكركم بالعائلات الكيميائية، الكانات، السانات، السينات، الألديهيد، الكحول، بون نفوتو عليهم كاع إن شاء الله. ويبقى لنا أخيرا الدرس اللي راهم يحطوه هاد العوام توالا في الباك، العام اللي فات كانوا يقولوا ما يجيش، ألوركو
كنا نعلموا تلاميذنا باللي سي تري بوسيبل باش يحطوه سي بيان الاهتزازات الاهتزازات الوغ العام اللي فات جا في الباك تاع اس او جا في لي دو سوجي دونك حطوا البال وفيما يخص النواس البسيط النواس البسيط درس جا عليه تمرين العام اللي فات في الباك تاع الاس او وصرات درجه نسبيه على اساس ان الدرس النواس البسيط ما دخلش في البروغرام تاع تيرمينال تاع الاس او دخل في تاع تي ام هذه ما كاش منها النواس البسيط دخل في البروغرام تاع الاس او ونورمالمون التلاميذ يكونوا قراوه ومالوروزمون ما كانش كاين هذا الشيء دونك ما نحملوا حتى واحد المسؤوليه نقدروا نقولوا باللي من ورايح غادي تولوا تشوفوه انا عندي هنايا بون فلاشان غادي نديره نواس البسيط اوتوماتيكمون نديرو كاع البروغرام لي زانفورماسيون كاع يكونوا ديسپونيبل عند التلاميذ اللي يقرا يدي امبوسيبل باش ما يديش اللي يتبعنا ويتبع اكزاكتومون شان كي رانا نخدمو غادي يفهم ما يقدش ما يفهمش دونك هذه هي هذا البروغرام وفيما يخص الدرسين الاضافيين اللي هما حدود ميكانيك نيوتن والاعمده اللي يخصوا تي ام والماتيلام بون حنا غادي نديروهم براتيكمون مو دافريل ان شاء الله تلقاهم ديسپونيبل في لاشين ثم قبل الباك بدهم لي زيكزرسيس اللي غادي نخدموهم غادي يكونوا شويه صعاب غادي تلقوا لي زيكزرسيس مور لا فيديو ديريكتومون في لا ديسكريبسيون باش تقدروا تيليشارجوهم اون بي دي اف و بوزو لي كاستيون تاعكم اترافير لي كومونتير بوزو نيمبورت كيل كاستيون تاعو فيها اي تمرين اي حاجه بغيت تسقسوا عليها تفضلوا ما كان حتى مشكل رانا نسيو نجاوبوا على الجميع بون ما نقدروش نجاوبوا على 2000 ولا 3000 كومونتير مالغري كو بور لو مومون ما راهش كاين بزاف لي كومونتير مي سا فياندرا ان شاء الله سينو نقدروا نبداو مع الدرس الاول ونسيو نفهموكم شويه تاع لي برينسيپ اللي تخدموا بهم الدرس الو نبداو الدرس الاول اللي قلنا عليه كيمياء اللي هو المتابعة الزمنية لتطور جملة كيميائية بون هذا الدرس كي تبدو فيه في الكلاسه نورمالمون يبدو يهضروا لكم على ما يسمى بتفاعلات سريعه والبطيئه والتفاعلات السريعه البطيئه جدا دونك غادي تبدو من هذا المدخل دروك حنا نورمالمون نبدو من العنوان سي نفهموا ش هو هذه المتابعه الزمنيه لتطور جمله كيميائيه ش فهمت من هذه الجمله شيء حاجه الاولى تطور جمله كيميائيه اي بان سي هو التفاعل ثم التطور تاع جمله كيميائيه معناتها تفاعل جمله كيميائيه كيف راهي صرالح الو جينيرالمون التفاعلات الكيميائيه راكم تعرفوهم بلي هي تفاعلات اللي اون فوا تصرا ما تبقاش تولي للحاله الابتدائيه تاعها ما كانش مارشاريير بوسيبل دونك يبقوا لك تفاعلات فيزيائيه هي تفاعلات اللي تقد تكون فيهم مارشاريير من التفاعلات الكيميائيه اللي نشوفوهم يوميا باغ اكزومبل كي تخلط القهوه مع الحليب اون فوا يتخلطهم تقد سيباريهم سي فيني كيما الطياب باغ اكزومبل هو عباره عن تفاعل كيميائي واللي غادي نهضروا عليه من بعد بشويه باسكو هو تفاعل كيميائي صرا فيه تفاعل استيره دونك تفاعل الاستر هذا كي دونك يخرج منه الاستر الاستر هو عباره عن مركب عضوي خفيف نسبيا دونك يقد بالقوريه نقولوا عليه فولاتيل معناتها يطير في السماء يتمشى مع الريح دونك ديكو هذا المركب العضوي اللي هو الاستر
هو المركب العضوي المسؤول عن الروائح، دونك اوتوماتيكمون يجي يتبلاصا عند النيف، نطلعو حنا الدماغ دونك يقراه باللي الرائحة الفلانية. دونك بون، هذا فيما يخص تفاعل الأسترة اللي غادي نقروه من بعد. نعاودو نولو هنا عند الدرس تاعنا، المتابعة الزمنية. المتابعة الزمنية سويفي تومبورال معناتها تبع مع الوقت، وجوستومون الوقت هو عبارة عن حاجة اللي غادي نقرو عليها بزاف هاد العام، باسكو جينيرالمون كل شيء عنده علاقة مع الوقت. جوستومون غادي تلقو ما يسمى بالتي، لو طون تي، غادي تلقو حاضر في براتيكمون كاع البروغرام، كل شيء غادي نتبعوه زمنيا. باسكو كي يتمشى الوقت معناتها يسرو الصوالح، دوكو اوتوماتيكمون متابعه زمنيه لتطور جمله كيميائيه، معناتها غادي نتبعوا مع الوقت كيفاه تفاعل كيميائي راه يصرى له، كيفاه تفاعل كيميائي راه افونسي، كيفاه راه واش من ايطاب راه وصل لها. جوستومون كي نقولوا متابعه زمنيه سي كو يليق وقت، يليق وقت، وهذا الوقت جوستومون يتبدل من تفاعل الى تفاعل اخر. كاين تفاعل لي يقعد بار اكزومبل ساعة، كاين تفاعل اللي يقعد دي سكوند، كاين تفاعل اللي يصرى آنيا كما تفاعل المعايرة، هو تفاعل سريع. علاش؟ باسكو اون فوا ندير في السحاحة محلول معاير، و اون فوا ندير في البشر محلول معاير، كي تسيل القطرة من السحاحة اون فوا تهود للبشر في الكونتاكت تاعها مع البشر يصرى التفاعل. دونك نسموه تفاعل آني ولا لحظي ولا يصرى تمتم. دونك هذا تفاعل سريع. التفاعلات البطيئه كما اللي عندنا هنا في الدرس تاع المتابعه الزمنيه لتطور الجمله الكيميائيه، اوتوماتيكمون اوبليجي باش التفاعل يكون بطيء باش نقدروا نتبعوه مع الوقت، باسكو التفاعل سريع ما نقدروش نتبعوه مع الوقت. دونك التفاعل البطيء غادي يقعد دقائق ولا سوايع. دونك حنا اون بروفيت باش نتبعو التطور تاع التفاعل، سا ديبون لا فيتيس لي راه يصرى بيها، حتى لوين راه واصل، اسكو كمل ولا ما كملش. دونك هادو كاع جاوبنا عليهم المتابعه الزمنيه لتطور جمله كيميائيه. باش تقد تفهم الدرس جوستومون يليق لك شويه تاع لي باز، شويه تاع المكتسبات القبليه اللي مام لما كانتش عندك غادي نمدوها لك، اللي هي بعض التعريفات. الوغ التعريفات اللي غادي نهضروا عليهم نورمالمون راكم سامعين بهم، ما من لا ماك سامع بهم بون غادي تسمع بهم ما يهمناش. التعريفات تاعنا اللي هما تعريف المؤكسد اوكسيدون، تعريف المرجع، تعريف الأكسدة اوكسيداسيون، تعريف الارجاع، وتعريف اخير اللي هو تعريف الأكسدة الارجاعي. تانية ما بانش، معلش. تعريف المؤكسد نبدو به. تعريف المؤكسد، شو هو المؤكسد؟ المؤكسد هو فرد كيميائي، نامبورت كال، فرد كيميائي، فرد كيميائي، فرد كيميائي عنده اون كاباسيتي، عنده خاصية ميزة اللي هي عنده لا كاباسيتي، عنده القدره باش يدي الكترون. سي بون، كون نشوف فرد كيميائي عنده قدره باش يدي ان الكترون نسميه مؤكسد. سما هذا تعريف. المرجع اش نقولوا عليه؟ نقولوا عليه العكس، هو كل فرد كيميائي له القدره على فقدان، سما اللي يمد الكترون نسموه مرجع. فرد كيميائي كي تشوفه يمد الكترون شنو تسميه؟ تسميه مرجع. كي نقولوا يمد معناتها يفقد. دروك نهضروا على الاكسده ونهضروا على الارجاع. الاكسده والارجاع هي عباره عن عمليات، سي دي زوبيراسيون. الاكسده هي عمليه فقدان الكترون او اكثر،
والإرجاع هي عملية اكتساب إلكترون أو أكثر. بون، أربعة التعريفات اللي بوسيبل يطلبوهم منك في الباك، دونك اوبليجي علينا نعطوك اون استوس باش تعقل عليهم، ايتون دوني كو بوسيبيليتي تكون فهمتهم. المؤكسد هو كل فرد، هذه عربية، هذه عربية، قرا كلمة كلمة، هو كل فرد كيميائي له القدرة على اكتساب الكترون او اكثر. المؤكسد، مؤكسد هو كل فرد كيميائي له قدرة على اكتساب، ثم اقل فيهم حرف الكاف في زوج، دونك المؤكسد عنده قدرة على اكتساب، ما تنساهاش. دونك المرجع، المرجع اوتوماتيكمون هو عكس تاع المؤكسد، ثم نقولوا عليه هو كل فرد كيميائي له القدرة على فقدان الكترون او اكثر. يدرك روحو للاكسده، شا قلنا عليها؟ قلنا عليها عمليه، هي عمليه، ايوا اقليه، مؤكسد يكتسب، مرجع عكسه، الاكسده عكس المؤكسد، عكس المؤكسد، سما هي عملية، إذا كان المؤكسد يكتسب هي عملية فقدان. فقدان إلكترون أو أكثر. دونك الإرجاع، تبقى لك الإرجاع العكس بينه، إرجاع هي عملية تاني، شنقولوا عليها؟ هي عملية اكتساب إلكترون أو أكثر. دروك نروحو للأكسدة الإرجاعية اللي هو آخر تعريف عندنا في هاد لابارتي. الأكسدة الإرجاعية، أكسدة إرجاعية شنقولو عليها؟ نقولو عليها هي عملية تبادل الإلكترونات، هي عملية تبادل الإلكترونات، تسمى سي ان إيشونج دالكترون، هي عملية، هي عملية، عملية تبادل الكترونات بين زوج صوالح، ياك، باسكو كاين مؤكسد يدي لي زيلكترون وكاين مرجع يمد لي زيلكترون، سما ما بين زوج صوالح، ما بين المرجع والمؤكسد، مرجع يمد والمؤكسد يدي. حنا جينيرالمون اون بريفير نبداو باللي يمد، دونك نقولو هي عملية تبادل الإلكترونات بين، بين المرجع المعطي للإلكترونات والمؤكسد الآخذ لها، والمؤكسد الآخذ لها، مرجع يمد للإلكترون ولي زيلكترون لي مدهم المرجع، شكون يديهم؟ يديهم المؤكسد. فان دو لا بروميير بارتي، غادي ندخلو فير لا دوزيام بارتي اللي هي المعادلات والثنائيات. الحاجة الأولى، ثنائية شهية، ثنائية هي بين قوسين، بين قوسين اوكسيدون سلاش ريدكتور، مؤكسد على لا غوش، مرجع على لا دروات. دروك كي دير انت تخرج المؤكسد وتخرج المرجع، هنا غادي ندخلو في لابارتي اللي نهضروا فيها على لي كاستيون اللي كاينين في الباك، لي جو في الباك. لور لي كاستيون لي جو سي دي كاستيون دو دو تيب، كاين زوج انواع تاع اسئله، كاين يا اما يعطوك المعادله ويطلبوا لك ثنائيات، يا اما يعطوك ثنائيات ويطلبوا المعادله. بون
انا بالنسبه ليا كي يعطوك المعادله ويطبوا الثنائيات سي بوكو ميو للتلميذ زعما باش ما يغلطش سما ما الا غلط ما الا تقدرت عليه وغلط وثنائيات ما خرجهمش نيشان ماشي مشكل باسكو غادي تروح لها بار اكزومبل ان دومي بوان معليش على الثنائيات معليش بصح ما يخسرش التمرين تاعه يقعد التمرين تاعه حي باسكو المعادله راه عنده اللي غادي يخدم بها باسكو عطاوها له هما بار كونتر لا دوزيام بوسيبيليتي وين يعطوك الثنائيات وما يطلبوش معادله هنا يعني تعس روحك باسكو تو سامبلومون اذا غلطت ما درتش معادله نيشان المعادله يديبوندي عليها كاع التمرين يديبوندي عليها جدول التقدم يديبوندي عليها العلاقات اللي تخرجهم يديبوندي منها تاني حساب السرعه الحجميه يديبوندي منها بريس كاع التمرين تسمى نقدروا نقولوا باللي الا غلطت في المعادله التمرين تاعنا يروح دونك غادي نديرو لو ماكسيموم باش نعطوكم لا ميثود اكزاكت اللي بيها ما تغلطش اللي بيها ما تبقاش تغلط وتغلط في المعادله سورتو ما تبقاش تغلط وتكتب لهم معادله فوس باسكو غادي نعطوك لي باز اللي بيهم تخدم المعادلات والثنائيات نبدو بال تيب الاول اذا اعطيت المعادله وطلبت الثنائيات اذا اعطيت المعادله وطلبت الثنائيات كما مثال بار اكزومبل نعطيك معادله هذه اف او بلس سي او دو بلس تعطيك اف او دو بلس بلس سي او بون هذه معادله سامبل معادله سهله الوغ كي نديرو نخرجو منها الثنائيات بون اذا تعرف بلي ثنائيات ما تقدش تخرجهم بالعين المجرده بون كاين لي تالمون يخدمهم بزاف كيولو يبانو لا يقد يخرجهم بعينه بصح سير بابي في الاجابه ما تقدش تخرجهم ديريكتوم وتكتبهم لهم بين قوسين ديريكتوم هما اكسيد مرجين لا اذا قلك دير ما يسمى بالمعادلتين النسبيتين المعادلتين النسبيتين كي تجي ديرهم نعطوك لا ميثود لا بلو سامبل راك تشوف في المعادلة مكتوبة اف او بلس سي او دو بلس تعطيني اف او دو بلس بلس سي او الوغ ضرب كل واحد من لاكوش مع صاحبه اللي شبه له من لادروات سي اوسي سامبل كو سا الوغ واحد من لاكوش معناتها من المتفائلات مع اللي شبه له من النواتج معناتها اف او مع من يروح يروح مع الاف او دو بلس فوالا هاكا راهم كل واحد مع صاحبه و سي او دو بلس نورمالمون سي بون سي او دو بلس راه باينة مع مرة يعطينا سي او دور نروحو دروك القوانين الموازنة قوانين الموازنة قوانين الموازنة تبع معايا هنا غادي نعطوك شدير باش توازن المعادلة تاعك دور لي موازنة المعادلة يقول لك باش المعادله تولي موازنه وتولي بيان يدير اربعه تاع صوالح يدير اربعه تاع صوالح و سي دي زيتاب ديرهم الترتيب تاعهم ما نقدوش نبدلوه اوبليجي تمشى من 1 ل 2 ل 3 ل 4 هكا باش تكمل الاليز نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 نيميرو 4 الوغ نيميرو 1 العنصر الرئيسي العنصر العنصر الرئيسي معليش سامحونا الله غالب جي ديسيدي دو فار اون فيديو سبونطاني ديريكتومون ما يهمنيش الى خرجت غاية ما خرجتش غاية ليسونسيال سي كو الميساج يفوت ليسونسيال سي كو راك تسمع فيا دروك راك بديت طلع شوية صوالح غادي تتعلم غادي تروماركي بلي غادي تعلم سيرتو كون تجبد معايا ورقة وستيلو وكايي وتبع وتكونسونطري نورمال كشغل راني معاك كشغل راني مريح حداك وراني فاهم فيك عنصر الرئيسي دوزيام بوان دوزيام بوان عندنا شا هو العنصر الرئيسي حاجة الأولى شا هو العنصر الرئيسي منقدوش فوتو لدو بلا ما نفهمو الأن العنصر الرئيسي شا هو هو كل الذرات كاع الذرات كاع العناصر اللي تعرفهم كربون ازوت حديد كويفر ماركوري كاع الذرات اللي اكزيستو ما عدا الاول اش باسكو الاول اش جينيرالمون ماهيش عناصر رئيسيه باسكو
نلقوها بزاف، نلقوها في بريس كاع المعادلات يدوروا الاول ار، دونك ما نعتبروهاش عنصر رئيسي. بصح كي نجيو نهضروا على الدو، موازنة الأكسجين تسمى عندك عنصر رئيسي هو كلش ما عدا الأول أش، معناتها كاع الذرات هي اللي تبدا بها، هي الأولى توازنها، بعد الزوجة تروح توازن الأكسجين. باش توازن الأكسجين اللي هو الأو، توازنه بالأش دو زو. الجهة اللي خاصك فيها لي أو زيد فيها أش دو زو، أي زيد فيها عندك جهة خاصك فيها 8 تاع لي أو، نزيد فيها 8 تاع لي أش دو زو. بصح كي غادي تزيد 8 تاع لي أش دو زو أوتوماتيكمون غادي يصرى لك بروبليم تاع أش، دونك غادي تفوت ليطاب نيميرو 3 اللي هي موازنة الهيدروجين اللي هو الأش. باش نوازنه بال اش بلس، انا جو بريفير اش بلس مالغري كو تقد توازن بال اش 3 بلس، بصح سي بوكو بلو سامبل بال اش بلس، وماكش مطالب باش دير اش 3 بلس. 4 موازنة الشحنة. الوغ الشحنة نوازنوها بالالكترونات، سي لي زيليكترون هما اللي نوازنو بيهم. بون بويسكو نوازنو لي زيليكترون غادي نديرو واحد الملاحظة بسيطة مالغري كو بديهية، تضاف الالكترونات من الجهة الأكبر شحنة. عندك جهة المتفاعلات وعندك جهة النواتج، غادي تحسب الشحنة في جهة المتفاعلات. فور اكزومبل حسبتها تلاقيتها زيرو، ما كان الشحنة ما كان لا بلوس لا موان، ولا كاين دو بلوس مع دو موان، اللي كي تلايمهم يمدو زيرو. والجهة تاع النواتج الجهة لا دروات بار اكزومبل تلقى فيها شحنة تاع موان دو، سما كاين فوقا كاين دو موان ولا دو فوا موان ولا مهم موان دو، شحنة فيها موان دو. دوك كي نطبقو على الميتال غادي تفهم خير. الوغ حنا توجو نزيدو من جهة جي كبيرة، الوغ عندك جهة فيها موان دو جهة فيها زيرو، نزيد من جهة الزيرو شحال نزيد من الكترون، ايبا نزيد عدد الالكترونات اللازمة باش تولي الشحنة اللي كاينة في لاغوش قد الشحنة اللي كاينة في لادروات. جيسبر كو تكون فهمت هاد الجملة. معناتها عندي جهة فيها زيرو جهة فيها موان دو، نزيد من جهة الزيرو دو زيليكترون باش تولي موان دو موان دو. مهم نردهم كيف كيف، على بها يقولوها موازنة، اللي جهة غوش تولي اكزاكتومون كيما الجهة دروات، كو سوسوا من حيث الذرات كو سوسوا من حيث الشحنة. نسيو نابليكو هاد المعلومات، غادي نسيو نابليكوهم على المثال الأول اللي كان عندنا، المثال الأول اللي خدمنا عليه هاول. Fe plus Cu de plus تعطينا Fe de plus plus Cu. بون قدرت ال Fe مع ال Fe de plus، دروك خاصني نوازنهم، الوغ عنصر رئيسي هو ال Fe، عندي حبة في لاغوش حبة في لادروات، تري بيان. الاو ما كانش في لاغوش ما كانش في لادروات، تري بيان راه موازن. الاش ما كانش في لاغوش ما كانش في لادروات، راه موازن. دونك شي يبقى لك، الشحنة. الوغ جهة تاع لاغوش، جوستومون اللي هي هادي راه فيها شحنة تاعها زيرو باسكو ما كان لا بلوس لا موان. والجهة هادي، راه فيها دو بلوس. قلنا نزيدو لي زيليكترون من جهة كبيرة اللي هي بلوس دو باش تولي زيرو، ثم نزيدوها دو موان اللي هي بلوس دو زيليكترون. الوغ دروك نهودو اللي تحتها نسيو نخدموها، عندنا سي او دو بلوس، منا سي او من هيه، عندنا
Bon, وحده سي او وحده سي او دونك موازنه او ما كانش ما كانش اش ما كانش ما كانش رانا نتبعوا في هاد لا ميثود باش تميموريزيها باسكو هنا راه باينه باللي ديريكتومون عندك سي او دو بلس ومنها سي او دونك غادي تزيد دو الكترون جيت سي او دو بلس باش تولي شحنه كيف كيف هادي كون نديروها رابيدمون معليش حنا نديروها رابيدمون بلس دو الكترون ودروك عندنا الخدمه تاعنا الزوجه اللي هي ان نخرجوا ثنائيات راه سهله باش تخرج ثنائيات تي سوفي تعرف وين راه المؤكسد وين راه المرجع هنا في هذه نعطوك ميثود سامبل شوف الالكترون اللي وزنت به اللي راه مجهته هو المؤكسد بوان اللي راه مجهته هو المؤكسد معناتها في المعادله الاولى اللي هي هذه تاع الاف او عندنا لي زيلكترون ها هما لي زيلكترون ها هو اللي راهم جيتهم اف او دو بلس اف او دو بلس راهم جيتهم دونك اف او دو بلس هو المؤكسد في الثنائية الأولى اف او دو بلس ومن هنا اف هذا الثنائية تاعنا الأولى الثنائية الزوجة دونك نمشي تاع الالكترون توجور هو المؤكسد اللي هو هذا راه مجي تاع سي او دو بلس معناتها سي او دو بلس هو المؤكسد ثم سي او دو بلس ثنائيه مؤكسد سي او دو بلس سلاش ثم شكون هو المرجع باينه بلي هو سي او وتبلع عليها فوالا غادي نديرو مثال واحد اخر اللي غادي نطبقو عليه كاع قوانين الموازنه المثال هذا يقول 5 H2 C2 O4 بلس 2 MN O4 موان بلس 2 MN O4 موان بلس بلس 6 H3 بلس اي 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 بون غادي نفاصلوها نعاودو نكتبو كاع المعادلة الله غالب 5 H2 C2 O4 ماشي بان مليح الو عندنا 5 H2 C2 O4 بلس 2 MN O4 موان بلس 6H3 au plus, il y a 10CO2 plus 2MN de plus plus 14H2O. Aïe 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 aïe. 14H2O. Bon, on écrit peut-être un attaque, mais ça marche. 14H2O. بون الله غالب مازال ما متريزينهاش بصح دوك بشوية بشوية نسيو نقدبو روحنا في هاد السيستم سيتا نوفو سيستم الله غالب سيتا نوفو سيستم راني نخدم بيه بون كاين أستاذ نور الدين يخدم بلو ميم سيستم براتيكمون بصح هو عنده ليكسبيريونس بارابور ليا باسكو بدابا صافي لونتون بون اون فا ايسي دو داميليوري سا دو من فيديو الى فيديو واحد اخر بون بور لو مومون سي سكي ديا 10 سي او 2 بلس 2 ام ان 2 بلس بلس 2 ام ان 2 بلس بلس 2 ام ان 2 بلس فوالا نعاودوها كومبلي ديريكتومون المعادلة تاعنا ونعطيكم تخدموا عليها بون عندنا 5 H2 C2 O4 بلس 2 MN O4
moins plus 6 H3 ou plus, t'atteins 10 CO2 plus 2 Mn de plus 14 H2. وضع معادلة تاعنا كومبليت. هذه غادي نخرجوا منها ثنائيات، هذه غادي نخرجوا منها الثنائيات. بون حنا على حسب ما نعرفوا غادي لو كان نخلوكم تخرجوا ثنائيات من هذه المعادلة غادي تغبنكم لو في كو كاين ثلاثة تاع المتفاعلات، باسكو شفتوا قبلها في لا فيديو كان كاين غير زوج متفاعلات، تما ماشي كيف كيف بصح بورتون سي لا ميم شوز. طبق لا روسيت اللي عطيناها لك، معناتها حاجة الأولى اللي ديرها خرج كل واحد من لا غوش مع صاحبه اللي شبه له من لا دروات، معناتها عندك 5 اش 2 سي 2 او 4 مع صاحبه اللي هو 10 سي او 2. راك تشوف باللي في زوج فيهم كربون، دونك اوتوماتيكمون يجو مع بعض. وحاجة زوجة لا راك باغي ما تغبنش روحك بزاف، دي اش 2 سي 2 او 4 بيه بالمعامل ستوكيومتري تاعه، بيه و سي او 2 ثاني بيه بالمعامل ستوكيومتري تاعه، باه ما تنغبنش بزاف، باه ما تنشدش، باش ما تسحقش توازن بزاف. باسكو هنا كونترول ماركين، نبداو بالعنصر الرئيسي نوزنوه، عندنا كربون هو العنصر الرئيسي، عندنا 5 فوا 2 على لا غوش، 5 فوا 2 على لا غوش، دونك اوتوماتيكمون بويسكو 5 فوا 2 صافي 10، صافي 10. وكان نشوفو على دروات جهة النواتج عندك 10 سي، 10 سي او 2، 10 سي معناتها كوتي دروا و كوتي غوش راه فيهم نفس عدد الكربونات، معناتها عنصر رئيسي راه موازن. نروحو للاو، عندنا 5 فوا 4 من جهة لا غوش من جهة المتفاعلات، 5 فوا 4 او، باسكو راك تشوف بلي راها او 4، تسمى 5 اش 2 سي 2 او 4، تسمى عندك 5 فوا 4 صافي 20. و كوتي دروا اللي فيه النواتج عندك 10 فوا 2 صافي 20، تسمى راه موازن العنصر الرئيسي و راه موازن للاو. نروحو للاش باسكو هو اللي جاي الثالث في الترتيب، عندنا في الكوتي تاع المتفاعلات عندنا 5 فوا 2 باسكو راها 5 اش 2 تسمى 5 فوا 2 عندنا 10، وفي الكوتي دروات النواتج ما كانش كاع، دونك شنديرو نوازنو الاش بواسطة اش بلس، نزيد شحال ما خصني، عندنا 5 فوا 2 تسمى نزيدو بلس طلع الفوق بلس 10 اش بلس، خاصك 10 تاني اش زيد 10 اش بلس. تري بيان، غنوازنو الشحنة تاعنا، كوتي غوش راه فيه زيرو، كوتي دروا راه فيه 10 بلس. الور شنزيدو، نزيدو من جهة الجهة الكبيرة 10 بلس، نزيدو من جهة الجهة الكبيرة نزيدو شعال باش تولي زيرو، ثم نزيدو 10 تاني زيليكترون اوتوماتيك. الور كيما مدينا الكونساي اللي هو تبع الالكترون تلقى المؤكسيد، الوغ الالكترون راك تشوف فيه شكون اللي راه من جهته، راه من جهته سي او 2، تسمى سي او 2 هو المؤكسيد، والمرجع شكون هو اش 2 سي 2 او 4، مع ملاحظة ممنوع تحط المعاملات ستوكيومترية داخل في الثنائية، ما تنساهاش. الوغ درنا هذه الاولى وباقي معلومة نزيدوها لكم، معلومة تقول باللي لارك باغي تسمي العملية اللي هتصرا، باسكو كاين عملية أكسدة وكاين عملية إرجاع، بالك في الباك يقولوا لك اكتب معادلة الأكسدة أو اكتب معادلة الإرجاع، معنتها يليق لك تقول لهم شكون هي الأكسدة وشكون هي الإرجاع. تبع الناتج، كي ينتج مؤكسد معنتها هذه عملية أكسدة، كي ينتج مرجع معنتها هذه عملية إرجاع، كيما في المعادلة هذه اللي رانا دايرينها. انا شفنا لي زيليكترون راهم جهة النواتج، معناتها سي او 2 هو المؤكسيد، معناتها الناتج مؤكسيد، معناتها العملية اكسيدة. غادي نكتبوها وحدها هذه ملاحظة باسكو سي امبورطون، نسمي العملية على حسب الناتج، اذا نتج
Moi, accède. Maintenant, accédant. وإذا نتج مرجع أنت عملية إرجع. Voilà, هذه سي تو كون سي تو كون سي تو سامبل سي بون رابيدمون تعاود تولي لي باج اللي قبل فيريفو مع بعض ونسمو مع بعض. بون عندنا هذه فيريفوها مع بعض. الوغ هنا في المعادلة الأولى تاع الـ FE يعطينا FE دو بلس بلس دو زيليكترون. شنتج لي زيليكترون راهم جيت النواتج معناتها راهم جيتهم FE دو بلس معناتها FE دو بلس مو أكسيد معناتها هذه عملية أكسادة. الوغ FE صارت فيها أكسادة والـ CU دو بلس مع CU الناتج هو CU اللي هو مرجع معناتها صارت فيها عملية ارجع. ثم تسمي العملية على حساب النتيج. دروك نقولو نسمو العملية اللي درناها احنا في المعادلة الجديدة. العملية اللي درناها سميها تو معايا سانك اش دو سي دو او كات عطاتنا عشرة سي او دو بلس ديس اش بلس بلس ديس الكترون. لي زيليكترون راك شتهم راهم جيت سي او دو اللي هو ناتج معنتها سي او دو مو أكسيد ونتج مو أكسيد معناتها عملية أكسيدة. دونك أوتوماتيكمون غادي نديرو العملية تاع الثنائية الزوجة. نكتبو كل واحد من لاكوش مع صاحبها اللي شبه لها من لادروات اللي هي دو ام ان او كات موا تعطينا دو ام ان دو بلوس. نوازنو العنصر الرئيسي عندنا 2mn 2mn دونك راه موازن. الاو عندنا 2 فوا 4 باسكو راه 2mn و 4 2 فوا 4 صافي 8 وفي الجهه الاخرى ما كانش كاع الاو دونك نزيدو 8 تاع اش 2 او معناتها زدنا 8 تاع لي او. اوكي دزنا 8 تاع اش 2 او صنعنا مشكل تاع اش اللي هي 8 اش 2 او معناتها 8 في 2 صافي 16 اش. نروحو نزيدو 16 اش بلس في الجهه الاخرى دونك غادي تجينا بلس 16 اش بلس. دروك غادي نسيو نوزنو الشحنه. الله الشحنه في الجهه هذه راه فيها 2mn و 4 موا معناتها راه عندك 2 موا زائد 16 بلس معناتها 2 موا مع 16 بلس نورمالمون توتال يقعد لك 14 بلس معناتها نيشان. والجهة الأخرى راه فيها 2mn 2 بلس بلس 8h2o h2o ما عندهاش حنا دوك ما نحطولهاش البال. 2mn 2 بلس معناتها 2 فوا 2 بلس صافي 4 بلس. الله عندي جهة فيها 14 بلس جهة فيها 4 بلس شحال نزيد ال 14 باش تولي 4 نزيد لها موان 10 معناتها بلس 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 عفوا نفاصلو هادو قلنا بلس 10 الكترون انا زدنا 10 تاع لي زيليكترون. الله منين نمشي تاع الالكترون توجو هو المؤكسيد دونك شكون هو المؤكسيد راك تبع الالكترون وين راه راه مجيت الامان و 4 موان دونك عندنا المؤكسيد تاعنا اللي هو امان و 4 موان دونك شكون هو المرجع اللي هو امان دو بلس. ما تنساش بلي مع ميستوكيومتري ما يدخلش في الثنائيه. وهاد العمليه كيسموها نسموها عمليه ارجاع. علاش؟ باسكو الناتج اللي هو الامان دو بلس مرجع دونك نسمو العمليه على حساب الناتج. الا نتج مرجع معناتها ارجاع. وعلاه تاني عمليه ارجاع؟ باسكو الاولى اللي درناها كانت عمليه اكسده واوبليجي وحده تكون اكسده وزوجه تكون ارجاع. الوغ لو كان ريماركو مليح
نقدبو زوج معادلات نسفية اللي درناهم، معادلتين نسفيتين اللي درناهم نقولو لهم رابيدمو، اللي هي 5H2C2O4 بلس، بون نعاودو نفيريفوهم بيسكو ما نعقلوش عليهم، نغبنو روحنا باطل. تعطينا 10 سي او 2 بلس 10 اش بلس بلس 10 الكترون. نفيريفوها نعاودو نكتبوها لتحت. بون لي باج دي باور الو نكتبوها رابيدمون، سما ما كاش بلس، كاين ديريكتومون تساوي. لما تساوي 10 سي او 2 بلس 10 اش بلس بلس 10 الكترون، هذه هي المعادله النسبيه الاولى. راني كاتب واحد دونك خصنا نموديفوها. سانك اش دو سي دو او كات تعطينا 10 سي او دو بلس 10 اش بلس بلس 10 الكترون، ونكتبو الزوجة هوب 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 هوب، ما كناش نكتبو قاع، معليش. ندور 5 اش دو سي دو او كات تعطينا 10 سي او دو بلس 10 اش بلس بلس 10 الكترون. المهم هادي هادي هي المعادله الاولى اللي قلنا عليها معادله اكسده. دروك نروحو لمعادله الارجاع اللي كنا كاتبينها غير دروك، اللي هي 2 ام ان او 4 موان بلس بشحال كان عندنا من اش بلس، هما 16 اش بلس بلس 10 الكترون تعطينا 2 ام ان دو بلس 2 ام ان دو بلس بلس شحال كان عندنا اش 2 زو 8 نورمالمون 8 اش 2 زو وي 8 اش 2 زو فوالا. نورمالمون هادو هما المعادلتين. الوغ على حسب ما نعرفو سيكو لو كان نجمعو المعادلتين النسبيتين نطيحو في المعادلة الإجمالية تاعنا، دونك غادي نجمعوهم ونشوفو. عندك 5 H2C2O4 ديجا باش تقدر تجمعهم إلى غير يكون عندهم نفس عدد الإلكترونات، الفوق راه عندنا 10 إلكترون والتحت عندنا 10 إلكترون. لو لم يكن نفس عدد الإلكترونات غادي نمدو مثال بسيط جدا، عندنا A تعطينا A بلس بلس N إلكترون، وغادي نديرو B بلس بلس N إلكترون تعطينا B. ان يختلف عن الان الفوقاني، دونك غادي نسمو هذا نسموه ان ان بريم، ان بريم. الوغ ان و ان بريم، دونك الفوقانيه نضربوها في ان بريم والتحتانيه نضربوها في ان، ثم نضربو الفوقانية في النيميرو تاع التحتانية ونضربو التحتانية في النيميرو تاع الفوقانية، سي اوسي سامبل كو سا. بون نابليكوهم على هادو زوج معادلات تاعنا، بيسكو كاين نفس عدد الالكترونات ما نجمعو ديراكت، نجمعو ديراكت عندنا ثم طحنا 5H2C2O4 بلس 2MnO4 موان plus 16H+, les électrons c'est bon taro, tout c'est oui, 10CO2, plus 10H+, plus 2MN2+, plus 8H2O, معناتها متفاعلات مع بعض، والنواتج مع بعض، نشوفو شغادي تعطينا، هي تعطينا 5، نتبعو مليح 5H2C2O4، plus 10 H plus
Là, j'ai plus 10H plus, là, j'ai plus 10H plus. La page l'air belle, je n'ai pas bon, plus, j'ai plus 2 ml en 4 mois, plus 16H plus, les électrons d'arrow, donc à démarquer directement. Très bien. Alors, des data 5H2, C2 ou 4, plus 2 ml ou 4 moins, plus 16H plus, data HRA CO2, plus 2 ml de plus, plus HRH plus, mensou H, ou le plus, télé, c'est à Alma. Alma, j'ai un quinquain, alors qu'un quinquain, normalement, tu 8H2O. ما تقدر تفيريفي وحدك تقدر تعاود تولي وتجمعهم في خاطرك في ورقتك وتكومباري مع الجماعة تاعنا نورمالمون غادي نكونو كيف كيف. هنا علاش هاد المعادلة ما تشبه المعادلة الأولى كاع اللي مديتها أنايا بون تقدر تعاود تولي تشوفها ولا كنت كاتب بلا راك كاتب في ورقتك بون تقدر تعاود تقراها دروك وتشوف باللي سي با لا ميم شوز باسكو تو سامبلومون المعادلة اللي كتبتها أنا الأولى هي معادلة مكتوبة بال H3O بلس وكاين اون بتيت ديفيرونس ما بين H بلس وال H3O بلس بون أنا H بلس سميه لونديكابي مسكين بون ما يقدش يتمشى أبي الله غالب دونك شا يدير يركب فوق حبة تاع ما يركب فوق حبة H2O و H بلس مع H2O يصنعولنا H3O بلس تسمى ال H بلس يركب فوق الماء باش يقدر يديبلاسي ما يقدرش يديبلاسي على هيئة H بلس ديريكت يعني الماء هو اللي يبوجيه دونك اوتوماتيكمون تعطينا H3O بلس دونك لو كان نبدو نختزلو لي H عندنا الفوق 16 عندنا 16 16 عندنا 16 نقدو نقلعو 10 تولي 6 H بلس ومننا نقلعوا العشرة هذه نقلعوا هذا الديس شحال تقعد لنا بزيرو دونك عندنا نقلعوا 10 من 16 تسمى نقلعوا 10 غوش 10 دروات تبقى لنا غير 16 بلس من جهة المتفاعلات تري بيان هاكاك ومازال ما لحقتش تشبه اكزاكتومون اللي كنا كاتبينها عندنا 16 بلس الور دير في راسك باللي حبة H بلس تركب فوق حبة تاع ما تمد H3O بلس معناتها إلا عندك ستة تاع لي H بلس شحال يليق لك من ما يليق لك ستة H2O باسكو كل حبة H بلس تركب فوق حبة تاع ما باش تمد حبة H3O بلس معناتها إلا كان عندك ستة تاع لي H بلس تسحق ستة 6H بلس بلس 6H2O يعطونا 6H3O بلس تبع مليح 6H بلس مع 6 ما كل حبة H بلس تركب فوق حبة H2O ثم عندك زوج حبات يركبوا فوق زوج حبات عندك 6 يركبوا فوق 6 اللي يمدوا 6 تاع لي H3O بلس اوتوماتيكمون دونك عندنا 6 تاع لي H بلس زيدو لهم 6 تاع H2O زيدو لهم 6 تاع H2O شوف نكتبوها على هنا بلس 6 H2O وكيما نزيد في لاغوش نزيد في لادروات تما منا تاني نزيد بلس 6 H2O بلس 6 H2O تما 8 مع 6 تعطيني 14 H2O و الكوتي اللي درنا فيه 6 H بلس مع 6 H2O هذا الكوتي غادي يعطينا 6 عفوا 6 H3O بلس وتولي المعادلة تاعنا مكتوبة كالتالي exactement كما كنا كاتبينها قبيل 5 H2 C2 O4 plus 2 Mn O4 moins plus 2 Mn O4 moins plus 6 H3 O plus t'atteindra 10 CO2 10 CO2 plus 2 Mn de plus plus 2 Mn de plus plus 14 H2O moins H voilà هذه معلومة إضافية برك كنا باين نخدمو معاكم شوية تاع موازنات شوية تاع معادلات تفهموا برانسيب تاع H3O بلس مين جا ودروك نقدر نعطوكم لا دوزيام بوسيبيليتي اللي غادي نكملو بها لا فيديو لا دوزيام بوسيبيليتي تاع لا كيستيون
يتعلق بالمعادلة الثنائية في الباك سي بيان كي إذا أعطيت عفوا إذا أعطيت الثنائية وطلبت المعادلة ثم نعطيك ثنائية ونطلب منك معادلة كما بار اكزومبل نعطيك ثنائية زدان دو بلس سلاش زدان سي او دو بلس سلاش سي او بون نقلوها هادي ما عجبتناش نقلوها دو سكوند غادي نديرو باش نخدمو شوية نبدلو هاد الثنائية ندو سي ار عفوا سي ار 3 بلس سي ار 2 بلس اي 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 معليش 2 سكوند الغالب بينا خصبرو معانا شوية في البداية سي نورمال اون بليس لا بروميير فيديو راك ما عارفين بلي فيها ان بو دو ستريس باسكو جي جامي في سا جو بوفي ندير اون فيديو ديريكتومون من لي كور باسكو راني توجور جو دون دي كور بصح جي بريفيري نخدمو كيما هاكا تاع كوم ان طابلو غادي افيري ا ميزور غادي نولو نميتريزوه غادي تولو مام نتوما اليز معانا تقرو اليز ان شاء الله نور عندنا سي ار 3 بلس سي ار 2 بلس هادو هما الثنائيتان اللي غادي نخدمو بهم هذا المثال اذا اعطيت ثنائيه وطلبت المعادله الو نعطيتك ثنائيات ها هما عندك ثنائيات دير لي منهم معادله التفاعل ما تقدش اكتويلمون ما تقدش دير معادله تفاعل سي با بوسيبل باسكو الا عطاوك ثنائيه وطلبوا لك المعادله اوتوماتيكمون اوبليجي عليك تروح نحو نص التمرين لمعرفه المتفاعلات والنواتج هذه بالسيف عليك ديرها باش تعرف شكون هما المتفاعلات تاعك اسكو زدان متفاعل اسكو زدان دو بلس ناتج اسكو ما اسكو زدان دو بلس هو اللي متفاعل دونك اوتوماتيكمون ما تقدش تفهمها لو كان ما تروحش تقرا نص التمرين وتخرج لنا شكون هما المتفاعلات وشكون هما النواتج الوغ اون فري ما يهمكش شكون هما المتفاعلات وشكون هما النواتج تحتاج غير واحد برك لو كان نقول لك بار اكزومبل غير باللي فعلنا قطعة زنك كتلتها ما تهمنيش فعلنا قطعة زنك كتلتها ما تهمنيش الوغ في هذا المثال بار اكزومبل سي بون راك تقدر دير معادلة التفاعل اكتويلمون راك تقدر دير معادلة التفاعل دونك دو سكوند j'ai pas voulu arrêter la vidéo encore spontané parce que j'ai pas envie de faire des montages ou de faire des problèmes la galba di tba معايا انا حطيتهم حطيت لي غادي نحط لي فيديو دونك je m'en fous l'essentiel c'est que une partie du message توصلك و تبعها هادي هي ف la perfection في هاد الصوالح سوف venir avec le temps حاجه كديرها بزاف تحترفها هادي ما تنساهاش اي بوت راه في راسك راك باغي تحققه ما تنساش باللي تقد تحققه سورتو دروك راك تيرمينال بيبان راهم غاديين يحلوا لك لو كان تدي لي بون شوا دونك خير
خيرت رجلك بيت تمشي معاها راك باغي تقرا تبع معانا ما كانت مشكل غادي تكون عندك لي بوسيبيليتي باش تبوزي دي كاسيون باش تبدل وجهة النظر تاعك على العلوم الفيزيائيه اللي لا بلوبار تبان لي ما يبغوهاش ما فهمتش علاش باسكو سي اون سيونس كي انتريسونت وغادي تتبدل مام عقليا باسكو غادي تكبر اوتوماتيكمون كاع لي تيرمينال يحوسو يكبروا سي بون سي الوقت باش تبدل ليطاب تاع حياتك تسمى باش تطلع نيفو واحد اخر. فعلنا قطعة زنك كتلتها معناتها سي بون راني عارف باللي الزنك متفاعل تسمى الزنك بيسكو متفاعل معناتها يجي زادا يجي زادا متفاعل يمد لي زادان دو بلوس سي بون زادان يمد لي زادان دو بلوس. دونك هنا ثاني نخدموا بطريقه الموازنه عندي عنصر رئيسي اللي هو زادان عندي حبه في لاغوش حبه في لادروات دونك سي بون الاو ما كانش في لاغوش ما كانش في لادروات الاش ما كانش في لاغوش ما كانش في لادروات نروحوا نوازنوا الشحنه لادروات فيها دو بلوس معناتها النواتج دو بلوس عندك زادان دو بلوس وجهة المتفاعلات شحنة تاعها زيرو معناتها نزيد مجيد زادان دو بلوس نزيد دوز إلكترون بلوس دوز إلكترون باش نردها زيرو يا يعني قلنا توجور نزيدو مجيد الجهة الأكبر شحنة ما تنساهاش ونسمو العملية على حساب الناتج معناتها هاد العملية اللي درناها دروك هي عملية أكسادة على حساب الناتج بويسكو الأولى أكسادة puisque الاولى اكساده كي درنا عرفنا باللي اكساده سكو تبعنا فاعلنا قطعه زنك معناتها قطعه زنك معناتها الزادان ديريكت ماشي شوارد الزنك ثم الزادان نحطه مجيد لاغوش على اساس انه متفاعل ثم الزادان دو بلوس غادي يكون هو الناتج طري بيان نوازنو يبانو لي زيليكترون مجيتاه هو راك لو ماركيت باللي ديريكتومون خرجوا لي زيليكترون مجيد زادان دو بلوس اللي في الثنائيه راني عاطيه لك على اساس انه مؤكسد تما سي بون باين وعندك سي ار 3 بلوس مع سي ار 2 بلوس الوغ لا الاولى صرات فيها اكساده الزوجه نورمالمون يصرا فيها ارجاع بويسكو يصرا فيها ارجاع معناتها الناتج هو المرجع معناتها الناتج هو سي ار 2 بلوس الناتج هو سي ار 2 بلوس مع سي ار enfin الناتج قلنا الناتج سي ار 2 بلس الناتج سي ار 2 بلس الناتج سي ار سي ار لا 2 بلس عفوا غادي نفصلها كومبلي الله عندك سي ار 3 بلس والناتج سي ار 2 بلس نوازنو سي ار 3 بلس الناتج سي ار 2 بلس نوازنوها عندنا عنصر رئيسي سي ار حبه منا حبه منا الاو ما كانش ما كانش اش ما كانش ما كانش كوم توجور سي ار 3 بلس مع سي ار 2 بلس الوغ جهه فيها 3 بلس وجهه فيها 2 بلس الجهه الكبيره هي 3 بلس معناتها نزيد منها نزيد من جهتها واش غنزيد باش تولي 2 بلس نزيد الكترون واحد الكترون واحد وهذه عمليه اوتوماتيكمون هي عمليه ارجاع بون نكتبوا المعادلتين هذه تاع الارجاع والاولى تاع الاكسده اللي كانت زادان يعطينا زادان دو بلس بلس دوز الكترون ونجمعوهم ديريكتومون الوغ كيما هذه الحاله عدد الالكترونات ماهمش كيف كيف فوق كاين 1 وتحت كاين 2 معناتها نديرو السيستم اللي هضرنا عليه قبيله تاع نضربو الفوقانيه في النيميرو تاع التحتاني والتحتانيه في النيميرو تاع الفوقاني معناتها غادي طيح لنا غير الفوقانيه اللي هي هذه غادي نضربوها في 2 وتعطينا 2 سي ار 3 بلس بلس زد ان تعطيني 2 سي ار 2 بلس بلس زدان هكا تكون كملت المعادلة تاعك بون جيسبر تكونو بروفيتي تو شوية من هاد لا فيديو شوية تاع لي زانفورماسيون بون هادي سي لا بروميير فيديو جافي في فيديو لونسمون اللي قلت فيها باللي لاشين نحط فيها لا بروميير فيديو لو 15 سبتمبر رانا لو 15 سبتمبر سي ديمونش 15 سبتمبر 2019
C'est la première vidéo de la chaîne Tana en ligne. J'espère que Fahmtouchouya, amicalement, normalement. Ou la prochaine vidéo, ça sera pour très très bientôt. Il y a la suite استخراج العلاقات كي دير تخدم بالعلاقات شا هي الفائدة تاعهم سرعة حجمية سرعة تفاعل غادي كاع نفوتو عليهم سي نورمال بوتي تا بوتي اللي قد يتبع هاد لا فيديو يشوف مليح شا هدرت يشوف مليح لا ميثود اللي راني نخدم بها عندك لا فيديو فيها طول لو مومون راه فيها سيكون دو مينوت دونك نورمالمون غادي نحبسها دروك دونك سيكون دو مينوت سي ريان سي ريان كومباري بالوقت اللي راكم ضيعوه باش ديروا صوالح تاع شكيل دونك راكم اون تيرمينال خمو البعيد ديروا دي بروجي لي باغ اكزومبل بينك بين روحك تقول باين نلقى روحي في البلاصه الفلانيه من على 5 سنين من على 10 سنين خطو الون تيرم راكم باغي تنجحوا في حياتكم راك باغي تكون عندك اون سيتوياسيون ستابل Très bon après-midi à tout le monde. La vidéo sera lancée à 20h. J'espère que vous avez été bon. Essayez de partager la chaîne, comme les informations. Après tout, malgré des lacunes, à la bonne idée qu'il y a des lacunes, qui mal le système, mais ça maîtrise inachevé, mais ça manège qu'à peu près la raie de notre système. Mais ça va venir avec le temps. Il y aura une amélioration bien. تاع لو سيستيم اللي غادي نقرركم به وكيما قلنا لكم اذا كان كاين طالب على بروغرام تاع دوزيام اني او بروغرام تاع بروميير اني غادي يكون اون لين ان شاء الله اون اسيرا دو لو فير هاكاك باش نطلعوا النيفو باش واحد يتبعنا بروميير اني يزيد يتبعنا دوزيام اني يزيد يطلع التيرمينال يتبعنا ويزيد يخدم في الدار ويقريه بروف كلاسات دونك غادي يعاون روحه بزاف بون كوراج ا تو الموند السلام عليكم إلى فيديو قادم وما تنسوش تابونوا معنا السلام عليكم